السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فبحول الله سوف نقدم لكم آخر تطورات أحوال الطقس ابتداء من يوم الجمعة 20 أغسطس، وكذلك سوف نقدم لكم الأيام القريبة المدى والبعيدة المدى والمدن المعنية بأمطار الخير القادمة إن شاء الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فبغيت ربي يسهل لك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فبحول الله وبإذن الله سوف كذلك يتوقع اليوم غد إن شاء الله الجمعة أن تكون أجواء نسبيا غير مستقرة مع احتمال بعض الزخات الرعدية فوق مرتفعات الأطلس، وكذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحول الله مع هبوب رياح نسبيا قوية على كذلك الأقاليم الجنوبية المملكة، وكذلك سوس بإذن الله، وستكون كذلك عواصف رعدية قوية أقصى جنوب المملكة والمرتفعات الريف والجهة الشرقية إن شاء الله مع تقدم عواصف وأمطار الخير في الأيام القادمة. فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية إن شاء الله. كذلك بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله فيتوقع أن تكون أجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال بعض الزخات الرعدية فوق المرتفعات، وكذلك في المناطق أقصى جنوب المملكة بإذن الله ستكون عواصف رعدية قوية وكذلك بمرتفعات الريف والجهة الشرقية. بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله فستكون كذلك أجواء نسبيا مستقرة إلى قليل السحب وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة إن شاء الله، ما كذلك مع تقدم كذلك عواصف رعدية قوية وأمطار الخير في الأيام القادمة. بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله في احتمال أن تكون كذلك بعض العواصف الرعدية فوق المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وأقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة. بالنسبة ليوم الأربعاء إن شاء الله فيتوقع دخول زخات رعدية قوية على عدة مناطق من المملكة بإذن الله، والمدن المعنية بهذه الزخات الرعدية القوية فهي وجدة وتاوريت وكذلك ساكا وأبنول، وبإذن الله كذلك كيكو خنافر وإفران، وكذلك وطات الحاج وميدلج وابن ملال بإذن الله، وزخات رعدية على أوكيمدن وأمزميز وتبانج بإذن الله، وقد تكون بعض القطرات المطرية على التليوين وزخات رعدية قوية. أما بالنسبة كذلك اليوم الخميس إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية القوية على عدة مناطق من المملكة كما تشاهدون إخواني الأعزاء. في آخر تحديثات النماذج العالمية فما زالت تشير إلى هذه العواصف والزخات المطرية خصوصا كذلك على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول الرحامنة، وكذلك تعالى بإذن الله، وكذلك هضاب الفوسفات وزخات رعدية حاضرة بقوة كذلك على وجدة وبركان وأكن وساكا وتازا، وبإذن الله كذلك أجرادة وتهلا وإفران ومكناس وفاس، وكذلك زخات رعدية قوية على عاطف وسكورة مداس وكيكو والماس وواتزم وخريبكة وخنيفرة، وكذلك زوج شيخ وابن ملال وأزيلال وأكادير بوعشيبة ومراكش وكيمدن وأمزميز، والزخات رعدية قوية على يمين تان وتؤيد داود بإذن الله، وقد تصل حتى تليوين بحول الله مصحوبة مع زخات مطرية من طبيعة الحال. بالنسبة كذلك اليوم الجمعة إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية والزخات المطرية على الجهة الشرقية ومرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفات والحوز بإذن الله على تاوريت وأكنول ووجدة، وكذلك كيكو بإذن الله وخنيفرة وخريبكة، وكذلك ابن ملال وميدلتش، وكذلك بن قرير، وكذلك مراكش وأمطار وزخات رعدية قوية على تنفيت، وكذلك تنغير بإذن الله، وقد تصير حتى تيرودانش بإذن الله وقلميم، وكذلك تعطى بإذن الله بالزخات المطرية الضعيفة على كذلك الشيشاوة. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون عواصف رعدية قوية على كذلك هضاب الفوسفات. بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية كما تشاهدون وبداية تغيير الأجواء تدريجيا، ويحتمل أن تكون زخات رعدية قوية على أقصى شمال الشمال الشرقي للمملكة وكذلك مرتفعات الريف، وبإذن الله كذلك الحوز وهضاب الفوسفات والرحامنة بإذن الله، وكذلك سوس بإذن الله سوف تشهد بعض الزخات الرعدية، والشمال أو الجنوب الشرقي للمملكة كذلك ستكون بعض الزخات الرعدية والقوية والمطر.